السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخيرا جوجل سمحت الناس كلها تجرب البارد اللي هو الذكاء الاصطناعي بتاعها، فتقدر تساله اي سؤال. هو على طول يجاوب على الاسئله بتاعتك. هو عرف بنفسه ان هو لارج لانجويج موديل، وبرضو عمل مقارنة بينه وبين شات جي بي تي. وطبعا من اكبر المزايا ان هو عنده صلاحيات الدخول على الانترنت طول الوقت. لو انت عايز تعمل سيرش تقول جوجل ات ياخد الكلام ويبدأ يعمل سيرش على الكلام دوت. تقدر تعمل اكسبورت كملف او كدرافت ان جيميل، لان هم خلوا في ذكاء اصطناعي في الايميل بحيث ان هو يقدر يرد على الايميل، وتقدر تقول له الاجابة دي صحيحة او خاطئة بحيث ان الاجابة صحيحة هو يعتمدها بشكل افضل. وفي اكتر من درافت تقدر ان انت تختار منه. تمام، عمل مقارنات اهوت. طبعا هو بيخلي المقارنات كلها في صالحه. اتمنى تستمتعوا بالذكاء الاصطناعي بتاع جوجل. زي ما انتم شايفين هو عنده مشكله في العربي، او حتى الان يعني قوي في الانجليزي وبيعرفوه لغه، بيتعرف على لغات كتيره، لكن حتى الان العربي لسه مش قوي. طيب خلينا نسال سؤال. كان يو سجست gifts to children in this day ونشوف هيجاوب ازاي. اقترح علينا هو 10 هدايا ممكن ان احنا نجيبهم للاطفال. قلت له حطهم لي في جدول، فحطهم لي في جدول بشكل حلو وظريف. فبيقدر يتفاعل معاك ويقدر تقدر تساله اي سؤال وهو يجاوبك عليه. وبالذات مثلا لو قلت له اعمل لي برنامج معين، هو مش هيعمل لك برنامج معين بس ممكن يكتب لك كود لجزء من البرنامج.